السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا تمام. مقطع اليوم كيف تسجل دخول هذا الموقع، وايضا كيف تربح نقاط، وايضا كيف تجيب سكن تارا. موضوعكم مقدمة تنسى لايك واشتراك، وخلونا نبدا. في البداية راح تدخل هذا الموقع، راح احط لكم اياه في رابط الوصف وتدخل عليه. في البداية راح يفتح لك هذا الموقع. كل ما عليك تسوي انك تسجل دخول سوبر سيل اي دي لربطنا حسابك في لعبة براو ستار. تدخل عليه، راح يطلب منك البريد الالكتروني. البريد الالكتروني مثل ما قلت لكم قبل، تسجل حسابك. الخطوه الثانيه راح تطلب منك رمز التحقق، خلي ربط فيه الحساب مال براوستر. كل معك فقط تدخل الجيميل، بعد ما تسجل رقم اضغط يقدم. بعد ما تسجل تسجيل الدخول راح يفتح لك الموقع. متى راح يبدا البث البطوله؟ راح يبدا تاريخ 25 نوفمبر الى 27 نوفمبر. ومتى راح يكون الوقت بالذات؟ راح يكون الساعه 20، يعني راح يكون الساعه 8 مساء. عاد حاول تتأكد من تدخل الموقع تشوف هل مكتوب لك بنفس التوقيت او راح يكون مختلف على حسب المنطقة. وخلاص من النقطة الاولى، وراح ننتقل للنقطة الثانية. انك تضغط على اسمك وراح يرويك جميع الجوائز اللي راح تربحها في الموقع. كل ما عليك تروح تضغط لك اليوم الاول وراح يظهر لك التصويت. انا ترى معك صوت قبل صور المقطع. من هذه الخطوة انت حر، اذا بغيت تصوت اي فريق صوت، واذا كنت بغيت تمشي علي امشي علي. من بعد ما تصوت على جميع الفرق راح يكتب لك انها تحت يقدم، يضغط عليه وراح خلاص تقدم الطلب. مو تصوت خلاص تطلع من الموقع، اهم شيء تضغطنا بقي كلمة يقدم، ومنك حتى خلاص خرج من الموقع. وراح يعطوك 80 نقطة من وين جبتهم. على كل تصويتة عليها 20 نقطة. وكيف تربح بقية النقاط؟ كل ما عليك فقط انك تشاهد البث. البث راح يبدأ بتاريخ 25 نوفمبر وراح يكون الساعة 8. اهم شيء راح تتأكد هل راح يكون نفس التوقيت ولا راح يكون مختلف. وايضا حاول تتابع البث بشكل كامل، علشان انه راح يجيك اسفل الفيديو اسئله وتصويتات وايش كان افضل لاعب، وهذا راح يجيك مهم اسئله باختصار، وحاول انك تجاوب عليها وراح تربح النقاط. والفريق الفائز راح تحصل على نقطه اللي انت مصوت عليه، والفريق الفائز راح يعطوك تقريبا من 100 الى 200 نقطه. وخلاص شرحت كل شيء بالتفصيل. راح نجاوب على بعض الاسئله اللي سالوني اياها متابعين في المقطع السابق. السؤال الاول، اذا كنت ناسي كلمه مرور، كل ما عليك فقط تتجه الى اليوتيوب، نسيت كلمه مرور حساب جوجل، وراح تحصل منشئين محتوى مقصري منزلين عن هذا المحتوى، وحاول تشاهد بعض الفيديو اللي يناسبك وان شاء الله ترجع حسابك. والسؤال الثاني، ما وصلني رمز تحقق بريد الكتروني، هذا يرجع عليك انت. اذا كنت مسجل حساب مال براول راح يوصلك رمز تحقق، اذا كنت مسجل حساب ثاني ما راح يوصلك. وحاول تتاكد تكتب كلمه @gmail.com بشكل صحيح، لان غلط حرف واحد ما راح يوصلك رمز تحقق. وبس هذا مقطع بشكل كامل. تابع الفيديو، تنسى اللايك والاشتراك، ومع السلامه.